هاي صبايا، أنا سارة. اليوم بهذا الفيديو رح نشتغل مع بعض تمارين لحتى نشد الفخذ الداخلي شد تام، وكمان نحرق الدهون العنيدة بهاي المنطقة. وهدول التمارين رح يساعدوك على شد المنطقة الحساسة. إذا كنتوا من المهتمين خلينا نبلش فورا. صبايا، زاوية قائمة، افتحي سكري، وانت وعم تسكري اضغطي وشدي عضلات الفخذ الداخلي. بطنك مشدودة، اخر مرة خليكي هون. افتحي الركب، سكري، بس الركبة، الرجل ملزوقة. اخر مرة سكري، افتحي. يس، بدي اياكي تقوي منطقة البطن وتشدي الفخذ. pelvic floor muscle، عضلات الحوض الأرضية. وحدة يسار، yes. وحدة يمين، alright. ركزي معي، yes. عضلات الحوض الأرضية شديها. هلا بدي اياكي بس الركبة، واعصري كأني في طابة، القدم ملزوقة. يس يس يس. فوق، تحي، سكري، تحي، سكري. خليكي فوق الكعب، 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 الكعب. شدي البطن مرة يسار مرة يمين، yes. شدي الفخذين وانتي وعم تسكري. افتحي سكري، افتحي سكري، وعصري، عصري على الطابة اللي موجودة بين الركبتين، يس. تحملي 5 4 3 2 1، ثبتي وشدي شدي 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 ورخي، يس. خدي نفس عميق من انفك واعطي من تمك، برافو. بلشت فيكي رجل تحطيها بهاي الطريقة، القدم التحت مشدودة، يس. بطنك مشدودة، فيكي تستندي هون، ما بدي الحوض يميل، يس يس. شدي شدي الفخذ، ثبتي، انزلي، فاي. فيكي تقربي هاي لقدام شوي حتى يصير توازن، ما تحركي الحوض، الرجل هي اللي عم تروح وبتجي. نزلي 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 نزلي، وبدلي للطرف الثاني. عن جد شدي الفخذ الداخلي وشدي البطن وتسندي. غيري،
الرجل مشدودة؟ برافو عليكي. شدي 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 شدي. هلا بدي اياكي طلعي ارفعي زلي، طلعي ارفعي زلي، طلعي ارفعي زلي، بس ارفعي الكعب، بس فيكي تسندي ايديكي على الارض. هلا بدي الكعب فوق وسكري سكري سكري سكري، حاولي تشدي المؤخرة وترفعيها. يس يس. تحملي. يس يس. انزلي ريحي. يس. خدي نفس عميق من انفك واعطي من تمك. هلا بدي اياكي الايدين تحت الكتاف، الرقبه طويله. alright. ترفعي رجل. رفعات خفيفة، الرجل مشدودة تماما. yes. ما تنزلي رجل كتير لتحت على مستوى الحوض. alright. وحاولي ما تبرمي الورك، خليكي هون، نزلي الكوع. yes. لتحت. الفخذ مشدود. برافو. ثبتي وبدلي. لا تنزلي كتير الفخذ ولا تبرمي الورك. يس. فوق تحت فوق تحت. ثبتي الورك. alright. yes. الفخذ شادد. احسنتي. هلا بدي اياكي تسطحي على وجهك، ترفعي شدي تفتحي سكري، نزلي ارفعي افتحي سكري. هلا خدي لي نفس عميق واعطي من تمك. ارفعي خليهم فوق، واحدة يمين تفتح واحدة يسار. alright. خليهم فوق وانتي وعم تسكري شدي عضلات الفخذ وطبعا البطن ملزوقة بالظهر. يلا راح الكتير، ما ضل غير القليل. Every time.
سكري رجلين، سكريهم تماما، ورفعي ونزلي، ورفعي ونزلي، سكري الركبة. برافو عليكي، كأني في شي حاملتي بين الركبتين. رصي وطلعي. يس. تنفسي، خليكي فوق، سكري الركبة، تحملي، شدي البطن فوق، شدي الفخذين داخليين، خليكي فوق، خدي نفس، عطي 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 فوق 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 فوق، طحي سكري. وانزلي، أنا بدي اياكي تعرضي أكثر، تفتحي وتنزلي. عرضت الرجلين أكثر. alright. فوق فوق، شدي شدي شدي، سكري وافتحي، سكري وافتحي، سكري. خليكي فوق، فاي كعب يمين، فاي كعب يسار، يمين يسار. سكري الرجلين، طحي الركب وسكريون، الرجلين مسكرين. alright. نزلي، طحي، سكري، ارفعي، طحي، سكري، نزلي، طحي، سكري. يعني عن جد دائما تخيلي انه في شيء عم ترصي عليه بين هالفخذين، لأن نحن عم نحاول نركز على بين الفخذين. في أغلب الحركات بشد البطن لحتى ما يتأذى أسفل الظهر. يس، برافو عليكي. سو هلا خلينا نشتغل شوي على عضلات البطن السفلى. alright.
وبس هذا كان كل شيء لليوم. إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك والاشتراك بالقناة إذا كنتي مشاهدة جديدة. بحبكم كتير، شوفكم بعدين. باي باي.